فكرنا بير في المنطقة لأن المنطقة هذه تنقص يعني كبير من المية وما فيهاش يعني بير ولا فيها حتى منين نصير يعني نجيب المية. يعني في الصيف حالة المنطقة يعني اعتبارا نقول جفاف، اعتبارا وكأنها قاعدة في الصحراء أو مية يعني ما فيش، وشو أغلب يعني المواطنين يمشوا ل يعني أماكن يعني بعيدة باش يجيبوا مية. المنطقة اللي داروا فيها البير هي تعتبر منطقة بعيدة بالحقيقة، ما يوصلهاش يعني نقول لك مياه بدرجة تكافؤ أو معدل توازن المياه بتوزيع، ما يوصلش خاصة في الصيف. الحي الآن سواء في الجهة الشرقية والغربية وصلوا للماء بشكل أفضل من قبل يعني. أما في حال ازدياد مثل المشاريع هذه فهي الحقيقة تساعد في تنمية المناطق حيوياً واقتصادياً في كل الظروف.